السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار، نبدأها بالعناوين. رئيس الجمهورية الرئيس الدوري للاتحاد الإفريقي يحضر في جنوب إفريقيا أعمال الدورة الرابعة للبرلمان الإفريقي ويستعرض بالمناسبة أبرز التحديات التي تواجه القارة. الجمعية الوطنية تصادق على اتفاقيتي قرض بين بلادنا والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بقيمة مالية تفوق 36 مليارا من الأوقية. ومفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني تطلق برنامج دعم النشاطات المديرة للدخل على مستوى ولاية تقانت. أهلا بكم جميعا. افتتح صباح اليوم بمدينة ميدرانت في جنوب إفريقيا افتتحت أعمال الدورة الرابعة للبرلمان الإفريقي بحضور رئيس الجمهورية السيد محمد ولي عبد العزيز الرئيس الدوري للاتحاد الإفريقي. وقد تميز حفل الافتتاح بخطاب لرئيس الجمهورية أكد فيه أن البرلمانات تلعب دورا مهما في اعتماد مراقبة وتوجيه السياسات العالمية وتناقش أهم القضايا والمواضيع التي تلامس مصالح الشعوب والمجتمعات. واستعرض السيد الرئيس التحديات التي تواجه القارة الإفريقية وفي مقدمتها الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود والنزاعات المسلحة والفقر والبطالة. تتزامن الدورة الرابعة للبرلمان الإفريقي مع الذكرى العاشرة لإنشاء هذه المؤسسة التي يعول عليها الاتحاد الإفريقي في حل العديد من المشاكل التي تواجه القارة. وقد تميز انطلاق أعمال هذه الدورة بخطاب لرئيس الجمهورية رئيس الاتحاد الإفريقي السيد محمد بن عبد العزيز، ثمن فيه دور البرلمان الإفريقي بتكريس الحوار وسيلة لحل المشاكل المطروحة وتفعيل الحوار والنقاش لبلورة الرؤى والحلول المناسبة لمشاكل القارة. ودعا رئيس الجمهورية رئيس الاتحاد الإفريقي البرلمان الإفريقي إلى لعب دوره في خدمة الشعوب الإفريقية وتوحيد جهودها إزاء التحديات التي تعترض سبيل التنمية. وأكد رئيس الجمهورية رئيس الاتحاد الإفريقي أن شعار البرلمان الإفريقي إفريقيا واحدة صوت واحد يضع كل الأفارقة أمام مسؤولية جسيمة ويدعوهم إلى تحقيق حلم الشعوب الإفريقية في الوحدة والحرية والديمقراطية والعيش الكريم. وجدد رئيس الجمهورية رئيس الاتحاد الإفريقي السيد محمد بن عبد العزيز عزمه على عمل كل ما بوسعه من أجل أن تكون رئاسته للاتحاد الإفريقي ترجمة لطموحات الشعوب الإفريقية، متعهدا بالعمل على تمكين البرلمان الإفريقي من كل الوسائل التي تسهل عمله بصفته هيئة لا غنى عنها وخطوة جبارة على طريق إشاعة الممارسة الديمقراطية في القارة. يذكر أن البرلمان الإفريقي يلعب منذ تأسيسه قبل 10 سنوات دورا هاما في إيجاد الحلول للعديد من المشاكل المطروحة بالنسبة لتنمية القارة وتعزيز مشاركة المرأة ودمجها في جهود التنمية. وكان رئيس الجمهورية رئيس الاتحاد الإفريقي قد حضر على هامش مشاركته في أعمال الدورة الرابعة للبرلمان الإفريقي حفل عشاء أقامته على شرفه رئاسة البرلمان الإفريقي. وحضر هذه المأدبة أعضاء الوفد المرافق لرئيس الجمهورية وممثل البرلمان الإفريقي والعديد من الشخصيات. وقد أجرى رئيس الجمهورية رئيس الاتحاد الإفريقي السيد محمد بن عبد العزيز اليوم بقصر الرئاسة في بريتوريا مباحثات مع نظيره الجنوب إفريقي السيد جاكوب زوما، وتناول الحديث مختلف الملفات الإفريقية خاصة ما يتعلق بالأزمات التي تشهدها القارة. ومن النشاط البرلماني في هذه النشرة، عقدت الجمعية الوطنية ظهر اليوم جلسة علنية تحت رئاسة السيد محمد دول محمد نائب رئيس الجمعية الوطنية. خصصت الجلسة لمساءلة وزير الداخلية واللامركزية حول الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة النيل من المقدسات الدينية. خلال هذه الجلسة العلنية برئاسة النائب محمد المحمد نائب رئيس الجمعية الوطنية، قدم النائب حمدي الإبراهيم من حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية تواصل مساءلة إلى وزير الداخلية واللامركزية حول الإجراءات التي تم اتباعها من طرف قطاع الداخلية في تتبع المجرمين الذين أهانوا المصحف الشريف بغية تحديد هوياتهم وتقديمهم للعدالة، مستفسرا في ذات الوقت عن أسباب وملابسات سقوط قتيل بين المتظاهرين. ليفسح المجال أمام السادة النواب الذين أجمعوا على إدانة أي مساس بالمقدسات، مطالبين بالتثبت والتريث حتى تتبين الحقائق، مؤكدين على العناية التي أعطتها السلطات العمومية للعمل الإسلامي بشكل عام، مستعرضين عديد الأمثلة على ذلك. كما طالبوا بتعزيز السلطة القضائية بوسائل تقنية للمساهمة في كشف الحقائق،
مداخلات أخرى دعت إلى حماية المكتسبات خاصة في مجال الحرية وعدم توجيه أصابع الاتهام إلى أي كان دون تقديم الأدلة والبراهين. وزير الداخلية واللامركزية السيد محمد والأحمد سالم والمحمد لارة استنكر كل إساءة للمقدسات قبل أن يستعرض تسلسل الأحداث، وأضاف أنزه أي مواطن عن القيام بهذه الجرائم إذ لا يمكن لتراكمات دينية وعقدية راسخة ومتجذرة أن تمحي بين عشية وضحاها، يقول السيد الوزير مسترسلا حول الموضوع معتبرا أن هذا النوع من الأحداث يجب أن لا يكون سببا في محاولة البعض تحقيق مآرب وطموحات يستحيل أن تتحقق بهذا الشكل. واختتم السيد الوزير حديثه بالتأكيد على مواصلة دعم الحرية وحماية المؤسسات الدستورية وحفظ الأمن مع الوقوف بحزم في وجه كل المحاولات التي من شأنها أن تمس عقيدتنا ومقدساتنا وأمننا وسكينتنا. وكانت الجمعية الوطنية قد صادقت خلال جلسة علنية عقدتها أمس برئاسة نائب رئيس الجمعية السيد محمد والمحمد على مشروعي قانون يتعلق الأول منهما باتفاقية القرض المخصصة لتمويل برنامج دعم مشروعات ومنشآت القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة في موريتانيا، فيما تخص الثانية تمويل مشروع مياه الشرب وتنمية الواحات في المناطق الريفية. كرست هذه الجلسة العلنية برئاسة النائب محمد والمحمد نائب رئيس الجمعية الوطنية لمناقشة مشروعي قانونين يسمحان بالمصادقة على اتفاقيتي قرض بين حكومة بلادنا والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، تخصص أولاهما لتمويل برنامج دعم مشاريع ومنشآت القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة، في حين تخصص الثانية لتمويل مشروع مياه الشرب وتنمية الواحات في المناطق الريفية. بعد استعراض تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية حول الموضوع شرع السادة النواب في الإدلاء بمداخلاتهم التي أشادوا من خلالها بالمشروعين باعتبارهما سيساهمان في تحسين ظروف المعيشية للسكان خاصة على مستوى الفئات الضعيفة، مطالبين في ذات الوقت بتوسيع دائرة الاستفادة منها. مداخلات أخرى أكدت على ضرورة إخضاع القروض لأحكام الشريعة الإسلامية وإبعاد الولاءات الضيقة عن معايير اختيار المستفيدين. وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية السيد سيدي ولتاه شكر النواب على إجماعهم حول أهمية المشروعين متحدثا عن دعم منشآت القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة، حيث أوضح السيد الوزير أن هذا المشروع يشمل جميع مناطق الوطن وأن الحكومة تبنت مقاربة تشاركية في هذا الشأن. وحول مشروع مياه الشرب وتنمية الواحات بيّن السيد الوزير أن المشروع يضم مكونتين تتعلق إحداهما بالمياه والأخرى بالواحات، وأن الحكومة ستسهر على تنفيذ برامج متعددة في هذا المجال مذكرا بأهم المشاريع التي أنجزت خاصة على مستوى المياه. وحول مكونة الواحات أكد السيد الوزير سعي بلادنا إلى تغطية الطلب من هذه المادة في إطار هذا المشروع وإنشاء وحدة معالجة للتمور واستعداد الدولة لحماية المنتجات منها. وفي نهاية الجلسة اعتمدت الجمعية الوطنية مشروعي القانونين المقدمين للنقاش. وفي السياق المتصل عقدت لجنة المالية بالجمعية الوطنية اجتماعا برئاسة النائب سيدي ولديدي رئيس اللجنة خصص لمناقشة مشروع ميزانية وزارة التشغيل والتكوين المهني وتقنيات الإعلام والاتصال لسنة 2014. مثل الحكومة في هذا الاجتماع وزير التشغيل والتكوين المهني وتقنيات الإعلام والاتصال السيد إسماعيل والبدة والشيخ سديا رفقة عدد من معاونيه. تفقد وزير التهذيب الوطني صباح اليوم بعض المؤسسات التربوية في العاصمة إضافة إلى مديرية الامتحانات والتقييم، وتهدف الزيارة إلى الاطلاع ميدانيا على ظروف التدريس داخل هذه المؤسسات. تقرير يعقوب الصوفي. إعدادية الميناء 4 بحي الدار البيضاء بمقاطعة الميناء كانت المحطة الأولى من زيارة التفقد التي أداها وزير التهذيب الوطني السيد باوسمان لبعض المدارس والإعداديات والثانويات بغية الاطلاع ميدانيا على سير التدريس في هذه المنشآت. أما المحطة الثانية من هذه الزيارة فكانت ثانوية الميناء وبعض المدارس الابتدائية في المقاطعة. الوزير استمع إلى شروح مفصلة حول سير التدريس وإجراء الامتحانات في هذه المنشآت التعليمية، فيما كانت المحطة الثالثة من هذه الزيارة إدارة الامتحانات والتقويم. وفور وصول الوزير قدم المدير العام لهذه الإدارة السيد محمد والمحمد لوليد عرضا تناول فيه مهام الإدارة المتمثلة في مراقبة الامتحانات الوطنية والإشراف عليها إضافة إلى المتابعة والتقويم لهذه الامتحانات.
الوزير تفقد المصالح والأقسام التابعة لإدارة الامتحانات والتقويم، واستمع من القائمين عليها إلى شروح حول المهام والبرامج المسندة لها. وفي قاعة الاجتماعات في هذه الإدارة عقد الوزير اجتماعا مع الطاقم العامل فيها، حثهم فيه على ضرورة القيام بمهامهم كاملة خدمة للوطن والمواطن. خلال هذه الزيارة فتنا والله لاحظنا لمستوى ذوك المؤسسات اللي زرنا في إلمنا خاصة النوفم نواقص من قد نوعية ووضعية البنية التحتية، وثم أيضا نقص في أدوات التدريسية، مستوى التلاميذ حضور التلاميذ جيد، مستوى حضور معلمين مدرسين جيد. وتدخل هذه الزيارة في إطار الاطلاع ميدانيا على سير التدريس في المنشآت التعليمية، سعيا من قطاع التهذيب الوطني إلى جعل المنظومة التربوية قادرة على القيام بمهامها كاملة. كما أدى صباح اليوم وزير التشغيل والتكوين المهني وتقنيات الإعلام والاتصال زيارة تفقد واطلاع لبعض المصالح الإدارية التابعة لقطاعه. وقد شملت الزيارة مركز التكوين والتدريب المهني بنواكشوط، ثانوية التكوين التقني والمهني الصناعية، والمركز العالي للتعليم التقني، إضافة للمدرسة الوطنية للأشغال العمومية. مركز التكوين والتدريب المهني بنواكشوط شكل المحطة الأولى من الزيارة الميدانية التي قام بها وزير التشغيل والتكوين المهني وتقنيات الإعلام والاتصال السيد إسماعيل البداول للشيخ سيدية لبعض المصالح التابعة له. وفي هذا المركز تجول السيد الوزير في مختلف الورشات والأقسام، وتعرف على مجالات التدخل المركز، والتي من أبرزها دراسة ووضع برامج التكوين والتدريب للحرفيين المتخصصين، وتقديم الدعم لدمج الشباب في الحياة المهنية، وضمان التدريب لليد العاملة المحلية، إضافة إلى المشاركة في ترقية وتطوير الحرف الصغيرة. بعد ذلك زار السيد الوزير ثانوية التكوين التقني والمهني الصناعية التي تم إنشاؤها عام 1966، ووقف السيد الوزير ميدانيا على مختلف أقسام الثانوية، وقدمت له شروح فنية عن مهامها في مجال التكوين الأساسي كإعداد التلاميذ خلال 3 سنوات للبكالوريا التقنية والرياضية، وتكوين تقنيين وعمال مهرة خلال 2 سنين في تخصصات النجارة وميكانيكا السيارات والهندسة المدنية والتمديدات الصحية. وفي المركز العالي للتعليم التقني تفقد السيد الوزير الأقسام والمصالح بهذا المركز، واستمع إلى عروض مفصلة عن وظائفه المتعددة. وتعهد إلى هذا المركز مهمة التكوين المستمر في مجالات تقنيات الكهرباء والصناعة والمعلوماتية وتكوين أساتذة التعليم التقني العالي. المحطة الأخيرة من هذه الزيارة كانت المدرسة الوطنية للأشغال العمومية بألاك، وتهدف هذه المدرسة إلى الاستجابة للحاجات الوطنية من الأطر المتخصصين في مختلف الميادين ذات الصلة بالأشغال العمومية، وتكوين مهندسين وفنيين عاليين في مجالات الطرق، الهندسة المدنية، وهندسة المياه والصرف. وبعد جولته في مختلف أجنحة المدرسة، استمع السيد الوزير إلى مشاكل الطلاب المتمثلة في مشكل السكن والمنح الدراسية ونقص المكتبات العلمية، وتعهد الوزير بتقديم الحلول المناسبة لهذه المشاكل. وفي جميع محطات الزيارة أوصى وزير التشغيل والتكوين المهني وتقنيات الإعلام والاتصال طاقم العاملين في المؤسسات المزورة بضرورة المواظبة في العمل وبذل المزيد من الجهد وتحسين ظروف العمل والعمال واحترام أوقات العمل وتقريب الخدمة العمومية من المواطنين. ونتحول إلى ولاية تقانت، حيث أشرفت بمدينة تجيجة مفوضات حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني على انطلاق برنامج دعم النشاطات المديرة للدخل على مستوى الولاية، ويشمل هذا الدعم 40 مشروعا جمعويا لصالح المواطنين الأكثر احتياجا في جميع مقاطعة تقانت. بعد تشخيص لواقع واهتمامات السكان الأكثر احتياجا في ولاية تقانت والذين يعتمدون بشكل أساسي على زراعة المطرية والتنمية الحيوانية، يأتي انطلاق برنامج النشاطات المدرة للدخل الذي تشرف عليه مفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني.
وتستفيد من تمويلات هذا البرنامج تعاونيات من جميع مقاطعات الولاية تم اختيارها من خلال معايير حددتها لجان محلية مشكلة من السلطات الإدارية والمنتخبين والمجتمع المدني. مفوضة حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني السيدة عائشة متمحيحم تحدثت عن مكونات هذا البرنامج وانعكاساته على حياة السكان في تقانت. سرني أن أشرف معكم اليوم على حفل انطلاقة برنامج دعم النشاطات المدرة للداخل منفذ من طرف مفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، والذي يدخل في صميم اهتمامات فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد بن عبد العزيز، الرامية إلى تحسين الظروف المعيشية للسكان الأكثر احتياجاً والحد من وطأة تكاليف الحياة على الفئات الأقل دخلاً. يهدف هذا البرنامج إلى خلق فرص للعمل للرفع من مستوى المعيشة للسكان من خلال توفير المستمر للمواد الأساسية بأسعار معقولة في كافة أنحاء الولاية، ويتعلق الأمر بتمويل متاجر جماعية، مجازر، مخابز ومحلات لبيع الخضروات. يعهد بالإشراف عليها إلى لجان تسيير منتخبة من بين المجموعات المستفيدة. ويشكل هذا التدخل في ولاية تقانت جزءاً من خطة عملنا السنوية التي تستفيد منها كافة ولايات الوطن بمجالات تدخل المفوضية. سيستفيد من هذا التدخل ما يقرب على 200 شخص بشكل مباشر من خلال خلق فرص للعمل والنشاط المدر للدخل، في حين يطال أثره الإيجابي كافة سكان بلديات وقرى الولاية بتوفير المواد والتحكم في التموين والأسعار. وكان والي تقانت السيد يحيى والشيخ محمد فال قد افتتح التظاهرة بكلمة أكد خلالها اهتمام الحكومة بكل ما من شأنه تحسين ظروف المواطنين الأكثر احتياجا، ودعا المستفيدين إلى التسيير الحسن للتمويلات والالتزام ببنود الاتفاقيات الموقعة ضمن هذا البرنامج. أما عمدة تشجيع السيد السالك والسالك فقد شكر الدولة على تدخلاتها في ولاية تقانت للرفع من المستوى المعيشي للسكان. هذا وستباشر قريبا مفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني التحضير لتدخلات مماثلة لصالح الفقراء في مختلف ولايات الوطن. وفي سياق متصل بتحسين الظروف المعيشية للمواطنين الأكثر احتياجا، تعرف المدير العام لوكالة التضامن على حاجيات سكان بعض التجمعات التابعة لمركز فصالة الإداري بولاية الحوض الشرقي. مزيد من التفاصيل في تقرير زميلة مغلاهم تليلي. وصلنا تجمع قرى سكنية تختبئ في أعماق ريف مركز فصال الإداري بمقاطعة باسكنو في الحوض الشرقي. وصلنا حيز مكاني لا تخطئ به العين رؤية مظاهر البؤس والحرمان المتمثلة في غياب كل مقومات الحياة الكريمة، إذ لا ماء هنا ولا كهرباء ولا مرافق تعليمية أو صحية. شيء واحد يعم كصنة الأرض والشعب هو أمل لا يعرف الحدود في مستقبل أكثر إشراقا. يتلمس هؤلاء خيوطه الأولى في أول لقاء مكاشفة لهم مع وكالة التضامن صرح فيها الكوصانيون بما يثقل كاهلهم من هموم تنموية. هذه المقاطعة قررنا أن نجوكم لاستطلاع على المشاكل المطروحة لكم، والمشاكل قدمها لنا سيد العمدة وقدموها لنا المتكلمين ولا المتكلمون باسم كوصنة، وحسب اللي سمعت هو عن المدرسة هون فيها لا حجرتين ما له حق. هاي الوكالة مقرر رئيس الجمهورية عنها تعدل التسوية للنوع من المشاكل بهاللي ينقال وكالة مكافحة الفقر ومخلفات الرق والدمج، كيف قال الأخ الرق مات لخالق غير الفقر مزار خالق. جارة كوصنة القريبة جغرافيا والشريكة في طبق التعاسة والحرمان كنجلل كانت اللاحقة في أجندة زيارة التواصل مع المواطنين في ريف فصالة من قبل الوكالة الوطنية التضامن لمكافحة آثار الاسترقاق ومحاربة الفقر والدمج.
نقاط عديدة طرحها ساكنة تنجرل تختزل عقودا من الإهمال، ليكون رد الوكالة باختصار أن سنبدأ بالأهم ثم المهم، التعليم والصحة أولا، ومن ثم يتم التوصل إلى باقي نقاط اللائحة، وسيتم إيفاد خبراء في القريب العاجل، ومن ثم تشييد جملة من المرافق الحضرية بالقرية. أدت بعثة من خبراء البنك الدولي في مجال تنمية القطاع الخاص صباح اليوم زيارة لسلطة منطقة وادي بوالحرة، وقد بدأت الزيارة بلقاء مع رئيس سلطة منطقة وادي بوالحرة سيد محمد الداف، تمحور حول سبل التعاون في مجال دعم القطاع الخاص وترقية الاستثمارات بمنطقة وادي بوالحرة. وقد أكد رئيس سلطة منطقة وادي بوالحرة للوفد الزائر أن تنمية القطاع الخاص بهذه المنطقة وتشجيعه يعتبر أولوية لجعلها قطبا تنافسيا ومركزا إقليميا في مجال التنمية، مبرزا استعداد المنطقة لدعم هذا التوجه بالتعاون مع شركائها. واختتمت بعثة البنك الدولي زيارتها لمنطقة وادي بوالحرة بعقد اجتماع موسع شمل القطاع الإداري للسلطة، وتطرق إلى واقع وآفاق تنمية منطقة وادي بوالحرة. ونبقى في الولايات الشمالية، حيث أشرف والي تير الزمور السيد عبد الرحمن الخطري صباح اليوم بمدينة الزوارات على انطلاق نشاطات المجلس الجهوي للبيئة والتنمية المستدامة. ويكلف المجلس برسم السياسة الجهوية للبيئة وتزويد المجالس الوطنية للبيئة والتنمية المستدامة بكافة النشاطات المقامة محليا ذات العلاقة بالبيئة، إضافة إلى مراقبة مدى احترام المستثمرين محليا لدفتر التزاماتهم. ويرأس هذا المجلس والي تير الزمور وبعضوية المندوب الجهوي للبيئة وحكام المقاطعات والعمدة المركزي ورؤساء المصالح الفنية. في إطار سلسلة التقارير الإخبارية التي نعدها حاليا عن قطاع النفط والطاقة والمعادن، ندعوكم الليلة لمتابعة تقرير أعده الزميل مختار بابو الأحمد عن مستوى الإنتاج الوطني من مادة الكهرباء انطلاقا من المحطات الكهربائية التي تم تشييدها مؤخرا في العاصمة نواكشوط. لم يعد مشكل إنتاج الكهرباء مطروحا في العاصمة ولا في البلد بشكل عام، معلومة تؤكدها كل المصالح الفنية التابعة لإدارة الكهرباء بوزارة النفط والطاقة والمعادن. ولعل المحطات الكهربائية والهيدرومائية العديدة التي تعززت بها مؤخرا منظومتنا الكهربائية من أهم وأكبر الإنجازات الوطنية التي تعول عليها الدولة في هذا المجال. هاي المحطة دشنت يوم 18 جويلية 2010 من طرف رئيس الجمهورية، تتكون من 7 مولدات، كل طاقة 1500 كيلوات، وعدت في ظروف ذيك الساعة نواكشوط تشهد نقص حاد في الكهرباء، وجات هي إياك تحد من ذاك النقص، وذلك حالا جروباتها فاتوا لحقوا 20,000 ساعة الواحد. وعلى الشاطئ وبمحاذاة المرفأ بدأ قبل 2 تقريبا تشغيل محطة ثانية بعد محطة عرفات 2. تتكون هذه المحطة من 9 مولدات، طاقة الواحد منها تقدر 4000 كيلووات. محطة المرفأ محطة تم تأسيسها 2011، تلف من 9 مولدات بطاقة 4 ميجاوات لكل مولد، ما يعادل 36 ميجاوات إجماليا. هذه المحطة تعتبر خلال هذه السنوات الأخيرة محطة مركزية تقوم بتغذية المدينة درجة أولى بعد الهيدروليك والسولار. قبل تأسيس هذه المحطة كانوا في انقطاعات مستمرة في الكهرباء نتيجة لعدم قوة الإنتاج، وتساهم هذه المحطة الآن تقريبا بنسبة 40% في تغذية مدينة نواكشوط. وفي إطار التعاون الوثيق بين بلادنا وشركائها في التنمية، تمكنت السلطات العمومية من تشييد محطة كهروضوئية تصنف هي الأكبر من نوعها في المنطقة، وهي أكبر مشروع تشهده بلاد في مجال الطاقة الشمسية. هذه المحطة التي تستمد طاقتها من حرارة الشمس تنتج 25 جيجاوات للساعة، ويصل عدد الألواح التي تعمل فيها على مدار الساعة إلى 30,000 لوح. هذه محطة شمسية كهروضوئية، هي محطة الشيخ زايد للطاقة الشمسية الكهروضوئية،
المحطة مثل المحطات تغذي تضخ في شبكة نواكشوط، هي ومزيلاتها في المحطات الأخرى تضخ هنا 15 ميجاوات، محطة عرفات 42 ميجاوات، محطة ورف 36 ميجاوات. هي تغذي مدينة نواكشوط بما يقارب من 10 إلى 15% من القدرة الإجمالية لمدينة نواكشوط. واعتمادا على المصادر الذاتية وعلى الطبيعة، تتقدم الأشغال في بناء محطة مزدوجة تعمل بزيت الوقود والغاز الطبيعي. هذه المحطة تعتبر هي الأخرى ثمرة تعاون وطيد بين الحكومة وعدد من شركائها في المجال. يتوقع أن تصل طاقتها الإجمالية إلى 180 ميجاوات، يبدأ حسب الفنيين تشغيل 120 منها في شهر أكتوبر القادم كمرحلة أولى، على أن تنتهي أشغال المرحلة الثانية في شهر مارس 2015. ونصل الآن إلى أنبائنا الدولية التي تأتيكم على شكل مختصرات، وتقودنا هذه إلى المحادثات التي أجراها الرئيسان الفلسطيني والأمريكي في واشنطن، واجتماع إيران والدول الغربية بجنيف، والتفجيرات التي هزت أفغانستان، وتطورات الأزمة السياسية في أوكرانيا. كشف الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبوردينا عن أن الرئيس الأمريكي باراك أوباما لم يعرض اتفاق إطار خلال لقائه أمس بالرئيس الفلسطيني محمود عباس في البيت الأبيض. ووضح الجانب الفلسطيني أن أوباما عرض مجموعة من الأفكار المتعددة على الجانب الفلسطيني، لافتا إلى أن اللقاءات سوف تستمر خلال الأسابيع القادمة. انطلقت في العاصمة النمساوية فيينا جولة جديدة من المفاوضات بين إيران ومجموعة 5+1 للبحث عن حل نهائي للبرنامج النووي الإيراني. وستتناول المفاوضات كل ما يتعلق بموضوع تخصيب اليورانيوم، كالية التخصيب ونسبته، وقضايا التخزين والاستخدام، في وقت تتمسك فيه طهران بحقها في تخصيب اليورانيوم. قتل ما لا يقل عن 15 مدنيا وجرح حوالي 30 آخرين في هجوم نفذه انتحاري استهدف نقطة تفتيش وسط منطقة تسوق مزدحمة في قلب ميمنة كبرى مدن ولاية فرياب شمال أفغانستان، ولم تعلن بعد أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم الذي يأتي قبل أقل من 3 أسابيع من الانتخابات الرئاسية المقررة في 5 أبريل القادم، والتي تهدف إلى تعيين رئيس جديد خلفا لحامد كارزاي الذي يحظر عليه الدستور الترشح لولاية ثالثة على التوالي. وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على معاهدة انضمام جمهورية القرم إلى الاتحاد الروسي، وقال بوتين خلال خطاب له في الكريملين إن الاستفتاء جري في ديمقراطية وانسجام مع القانون الدولي. وأكد الرئيس الروسي أن القرم يجب أن تبقى تحت سيادة وحيدة هي سيادة روسيا، إذ ستظل جزءا لا يتجزأ منها حسب تعبيره. الآن إلى جديد الرياضة مع الزميل عبدو بعد الفاصل. بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا زميلي فتن، وتحية طيبة لكم مشاهدينا الكرام، وأهلا بكم معنا في جديد أخبار الرياضة. أفادت مصادر رياضية اليوم أن المنتخب الوطني للشباب أقل من 20 سنة سيجري تربصا خارجيا بالمغرب خلال الفترة ما بين 27 و28 مارس الجاري، حيث سيجري عدة لقاءات ودية خلال هذا التربص، من بينها لقاء حبيا سيجمعه بنظيره المغربي، وذلك ضمن التحضيرات التي يجريها منتخب الشباب للقاء نظيره التونسي في 4 من شهر القادم خلال ذهاب الدور التمهيدي للتصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية للشباب دون 20 سنة، التي ستجرى نهائيتها بالسنغال السنة القادمة. وكان المنتخب الوطني للشباب قد بدأ معسكرا إعداديا بالعاصمة نواكشوط، التقى خلاله وديا بنادي الجيش اليوم، حيث انتهى اللقاء بفوز منتخب الشباب بنتيجة 3 أهداف مقابل 1، فيما خسر المنتخب قبل ذلك في لقاء الذي جمعه بملعب المرحوم شيخة والبيدية لصاحب السداسية الأخيرة بالدوري ومتصدر المجموعة الأولى برصيد 26 نقطة فريق الوئام، وذلك بنتيجة 2-1. وشهدت المباراتان مشاركة جميع لاعبي المنتخب، بقيت التعرف أكثر على مستوياتهم الفنية. أكدت إدارة نادي زمزم تمسكها بجميع لاعبي الفريق الذين يشاركون معه حاليا، وذلك على بعد 2 جولات قبل الدخول في مرحلة البلاي أوف، مشيرة إلى أن قائد الفريق إبراهيم خليل ما زال يحتفظ بشارة قيادة النادي، حيث سيعود للدفاع عن الألوان الفريق خلال الجولة القادمة
الجولة 13 بعد أن تماثل الشفاء، مؤكدة أن غيابه عن المباراة الماضية أمام فريق تفرق زينة التي خسرها الفريق بنتيجة هدفين دون مقابل كان لدواعي صحية فقط. وكان قائد الفريق إبراهيم الخليل الذي التحق قبل 3 مواسم بالفريق من بين أبرز هدافيه في الموسم الماضي، وقد ساهم رفقة زملائه في إيصال النادي إلى دوري الأضواء وتحقيق الإنجاز الأكبر له بتتويجه بطلا للكأس الوطنية لأول مرة في تاريخه السنة الماضية على حساب فريق الكدية من الزويرات. أفاد مسؤول الإعلام باللجنة الوطنية لكرة القدم داخل الصالات والكرة الشاطئية أن الدورة 4 من البطولة الوطنية للصالات التي كان مقررا لها تنطلق في 14 من الشهر الجاري قد تم تأجيلها إلى غاية منتصف الشهر القادم. وقد برر المسؤول المذكور هذا التأجيل برغبة اللجنة الوطنية لكرة القدم داخل الصالات في توسيع دائرة مشاركة فرق وأندية اللعبة على عموم التراب الوطني في هذه البطولة بعد أن اقتصرت في الدورات الماضية على فرق العاصمة نواكشوط والعاصمة الاقتصادية نويبو. وأوضح مسؤول الإعلام أن اللجنة قررت تقليص حصة فرق العاصمة لتصل إلى 12 فريقا فقط في الدورة 4 القادمة. وكان فريق زمزم للصالات قد توج بلقب الدورة الماضية من البطولة الوطنية للصالات بعد اكتساحه في المباراة النهائية لفريق نادي جي اس ام من نواذبو ب6 أهداف مقابل 2. أخيرا مشاهدينا الكرام، تشهد عاصمة ولاية أدرار أطار في 26 من الشهر إبريل القادم احتضان فعاليات النسخة 4 من طواف مدينة أطار للدراجات الهوائية. الطواف السنوي الذي تنظمه جمعية طيبة لسباق الدراجات الهوائية ستعرف نسخته 4 القادمة مشاركة إقليمية واسعة من قبل دراجين محترفين في اللعبة من المملكة المغربية وليبيا والسنغال والكاميرون، إضافة إلى دراجين محترفين وهواة من مختلف ولايات الوطن. وقد دابت جمعية طيبة لسباق الدراجات الهوائية خلال السنوات الماضية على تنظيم هذا الطواف الأكبر على الصعيد الوطني في مدينة أطار. ياتي أخبارنا الرياضية، أشكركم على طيب المتابعة، وبعد الفاصل سمير فتن. شكرا عبدو. إلى العناوين. رئيس الجمهورية رئيس الدوري للاتحاد الإفريقي يحضر في جنوب إفريقيا عمل الدورة 4 للبرلمان الإفريقي ويستعرض بالمناسبة أبرز التحديات التي تواجه القارة. الجمعية الوطنية تصادق على اتفاقيتي قرض بين بلادنا والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بقيمة مالية تفوق 36 مليارا من الأوقية. ومفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني تطلق برنامج دعم النشاطات المديرة للدخل على مستوى ولاية تقانت. تفهم بوامر للمزيد من الأخبار والمعلومات. إلى اللقاء.